بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، سنطبق استراتيجية الحوار والمناقشة في تطبيق درس الله أرحم الراحمين في مادة التوحيد. الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمة أن أنزل الله إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا الإسلام ويعلمنا أمور الدين. فمن رحمة الله تعالى إنزال القرآن وإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو قلت لك ما الدليل على أن إرسال النبي رحمة، تقول لي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتبه، لأنني سأسألكم في هذا السؤال بعد الانتهاء من الشرح. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دليل على أن إرسال النبي رحمة للعالمين. وأيضا من رحمة الله أن خلقنا في أحسن تقويم. خلقنا في أحسن تقويم يعني خلقنا في أحسن صورة. خلقنا في أحسن صورة يعني وجهك جميل وشعرك جميل وأنفك منسقة. لم يخلقنا مثل الحيوانات أو مثل الفيل مثل الحصان، ولكن خلق الإنسان في أحسن تقويم يعني أحسن صورة. من رحمة الله أيضا إنزال المطر وإنبات الزرع، لأن هذا المطر هو أساس الماء الذي نشرب منه. لو لم يكن هناك مطر لم يكن هناك ماء، ولو لم يكن هناك ماء لم يكن هناك حياة، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. فلذلك الله عز وجل رحمنا بإنزال المطر ورحمنا بإنزال الزرع. الآن سأسأل: ما مظاهر رحمة الله عز وجل التي تحدثنا عنها؟ نسأل عبد العزيز، قل لي رحمة من رحمات الله التي جاءتنا. عبد العزيز: نعم. قل لي أي رحمة من رحمات الله عز وجل التي تحدثنا عنها؟ هيا يا عبد العزيز. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هو؟ الله. النبي عز وجل. النبي محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هنا يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أريد رحمة أخرى يا منصور. من رحمات الله علينا غير إرسال النبي. موجودة أمامنا، 1 2 3 على الصورة التي أمامنا على الصفحة. ما الرحمات التي توجد أمامنا غير إرسال النبي؟ طيب نسمع محمد. نزول القرآن. هذا القرآن به الأوامر التي تأمرنا بالأشياء النافعة والنواهي التي تنهانا عن الأشياء الضارة، وفيه رحمة للعالمين لأن فيه كل الخير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلذلك هو رحمة. بارك الله فيك يا محمد. أسمع محمد العوفي، محمد صلاح، قل لي رحمة أخرى من الصفحة التي أمامنا يا محمد. طيب، من رحمة الله رحمة الخلق من أسباب رحمة الخالق. أن خلقنا في أحسن تقويم. خلقنا في أحسن تقويم. بارك الله فيك يا محمد. أيضا أسامة النهدي يقول لي رحمة أخرى، رقم 3. محمد أسامة النادي يقول لي الرحمة الثالثة، ما هي؟ المطر.
انزال المطر. خالد القرعاوي يقول لي الرحمة الثالثة موجود فيه لسه كمان شيء في الرحمة الثالثة، ما هي؟ حسب. ها ماذا؟ الرحمة في رقم ثلاثة في رحمة. عيسى اهدى يا عيسى، اهدى يا عيسى. ها ماذا يوجد يا ها تفضل. أمطار والنبات. والنبات اللي هو الزرع، بارك الله فيه. يبقى هذه رحمات، هنقولها ثاني، إنزال القرآن الكريم وإرسال النبي والدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من رحمة الله أن خلقنا في أحسن التقويم، وإنزال المطر وإنبات الزرع. عيسى يعني إيه أحسن تقويم يا عيسى؟ أحسن تقويم، خلقنا في أحسن التقويم يعني إيه؟ ها أنا قلتها الآن، يعني خلقنا في أحسن صورة، تقويم يعني أحسن صورة، يعني لو بصينا للحيوانات والأسد النمر القرد الخنزير كلب، نجد أن الإنسان هو أحسن صورة، أحسن هيئة هي هيئة الإنسان صورة. تمام، يبقى تقويم يعني أحسن صورة. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، لذلك الله هو الرحمن الرحيم. بالتعاون مع مجموعة نستخرج فائدتين من الحديث. نسأل لما يقول لي الراحمون يرحمهم الرحمن، أحمد الزهراني يقول لي يعني إيه؟ يعني أنت استفدت إيه من هذا الحديث يا أحمد؟ ماذا استفدت من هذا؟ ماذا استفدت؟ أن الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. طب اللي يعرف يرفع يده. عبد الله تفضل يا عبد الله. نعم. أنا شفتك رافع يدك، تفضل. هل تعرف الإجابة؟ استاذ أنا أعرف الإجابة. من؟ الله راحم الراحمين. أن الله أرحم الراحمين، طيب بارك الله فيك. فهد الراشدي أراه يرفع يده، تفضل يا فهد. تعرف الإجابة يا فهد؟ ها؟ يلا جاوب. أجب يا فهد. الراحمون يرحمهم الرحمن. الرحمن. أيوة. يعني ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ إنك ترحم الناس أيوة. ربي يرحمك، بارك الله فيك. يبقى إذا رحمنا الناس يرحمنا الرحمن وهو الله عز وجل. تفضل يا محمد، أراك رفعت يدك. محمد شهراني هل عندك فائدة؟ نعم. أيوة. نعم الرحمة. أيوة، الإسلام دين الرحمة. إذا رحمنا الحيوان، امرأة حبست قطة فدخلت النار، وامرأة أخرى تعصي لها ولكنها سقت كلبا فدخلت الجنة لأنها رحمت الحيوان. وفي كل ذات كبد رطب أجر، يعني أي حيوان تسقيه ماء أو تأكله لك أجر. فالرحمن أيضا من أسماء الله، الله يرحم من يرحم عباده أو يرحم خلقه. الله عز وجل من أسمائه الرحمن، والله يرحم من يرحم العباد أو يرحم الخلق سواء حيوان، ورحمة الخلق من أسباب رحمة الله لنا.
بيقول لي في الدائرة الكبيرة آثار من آثار رحمة الله بالناس، أنقل إلى الدائرة الصغيرة الآثار التي وردت في درسنا. الآن سنستمع إلى عبد الإله، هات لي كده آثار رحمة الله من الدائرة الزرقاء، واحد بس يا عبد الإله، عاوزك تجيب لي حاجة واحدة بس، تفضل يا عبد الإله. انزال المطر. انزال المطر، بارك الله فيه، انزال المطر، جزاك الله خير. طيب نسمع عيسى يجيب لي رحمة من رحمات الله من الدائرة الزرقاء. هات لي رحمة من رحمات الله التي توجد في الدائرة الزرقاء. هيا يا عيسى. أنا الشاب. لا سيب عيسى. إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طيب. هل أجبت يا عيسى؟ أرسال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. نسمع خالد القرعاوي، أراه فتح المايك، تفضل يا خالد. هاي سر. تفضل، هات لي رحمة من الدائرة الزرقاء. القرآن ولا إنزال القرآن؟ كفاية كفاية عشان نترك فرصة للباقين. عبد الرحمن العاسمي، اعطيني رحمة من الدائرة الزرقاء من رحمات الله. أي واحدة؟ أنت اختار أي شيء من الدائرة الزرقاء وقوله. هيا عبد الرحمن. ما لقيت. ما لقيت، طيب خلاص ما في مشكلة. عبد المحسن، تفضل يا عبد المحسن. عبد المحسن. نعم يا استاذ. تفضل اعطيني رحمة من اعطيني رحمة من رحمات الله التي توجد في الدائرة الزرقاء. فكرنا من كلمات الزرقاء من لينا. ايوه قلت ما لقيت انا مش حافظهم. ما في مشكلة، ما في مشكلة. يلا أسامة الصانع. استاذ ما اعطيني رحمة من الرحمات التي توجد امامك، احياء الارض، خلق السماوات، الشمس والقمر، انزال القرآن. يلا ها. الشمس والقمر هذه من رحمات الله عز وجل، فالشمس تعطينا الضوء وتعطينا الحرارة، والقمر ينير لنا في الليل، فهذه رحمة من رحمات الله عز وجل. الطعام والشراب، الزرع والحيوانات واللحوم التي نأكلها، هذه من رحمات الله عز وجل. سنرى الآن انزال القرآن، إرسال النبي، انزال المطر، كل هذه رحمات من رحمات الله عز وجل. من لم يجيب بعد؟ من لم يجيب معنا بعد؟ من؟ من لم... أنا. أنت من؟ أسامة النادي. تفضل يا أسامة. هسألك سؤال، من أرحم الراحمين؟ الله. أحسنت، الله عز وجل، بارك الله فيه. ها من لم يشارك بعد؟ من لم يشارك بعد؟ في حد لسه ما شاركش معانا؟ أعدد ثلاثة من آثار رحمة الله، عاوز واحدة بس يكون لسه ما شارك. يلا عبد الرحمن قول لي من آثار رحمة الله واحدة بس اللي احنا قلناهم دلوقتي. انزال المطر. بارك الله فيك، رائع، انزال المطر. ها عبد المحسن، يلا يا عبد المحسن قول لي حاجه بقى كده من عندك. يلا ها من اثار رحمه الله ايه يا عبد المحسن؟ يلا سمعني صوتك.
يا عبد المحسن. نعم استاذ. يلا قول لي من اثار رحمه الله قلنا انزال المطر، وايه كمان؟ المطر والرعد والنبات، انزال واخراج النبات. ممتاز. وارسال النبي محمد وانزال القران، كل هذه رحمات، كل هذه رحمات. والشمس رحمات. بارك الله فيك يا عبد المحسن. كل هذه. نعم ادخل يا عبد المحسن. هو مساء مطر قلنا هذه من هذه الثلاثه اثار نركز عليها جيدا التي توجد امامنا الان. اسمع عبد العزيز يقرا رقم واحد. عبد العزيز اقرا لنا رقم واحد. يا عبد العزيز اقرا رقم واحد. من رحمه الله الله انزل القران وارسل النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم. رائع يا عبد العزيز، انا اخترتك لانني اعرف انك تقرا، فانت قارئ ماهر، لذلك اخترتك، فانت انت فارس في القراءه يا عبد العزيز، بارك الله فيك. وان شاء الله شكرا. وان شاء الله سيكون لك كاس، فانت من فرسان القراءه باذن الله، ولك كاس جائزه باذن الله. لو واحد تاني فارس في القراءة يقرأ لي رقم اثنين إن شاء الله عشان يكون له جائزة. ها أنا. أنت من؟ أسامة نادي. تفضل يا اقرأ رقم اثنين. من رحمة الله لا أنا عاوز الفارس يقرأ مباشرة بدون تدخل. هنا أستاذ أنا. أستاذ أنا. فارس. ما لا لا يتوقف. ها تفضل يا عبد الإله. إنزال المطر الليل والنهار إنزال القرآن. يا عبد الإله أنا عاوز رقم اثنين فقط. من فوق ولا من تحت؟ رقم اثنين الزرقاء. خلق السماء. لا من يستطيع ان يقرا جيدا؟ اريد فارسا في القراءه. منصور تفضل يا منصور. من رحمه الله انه خلى في احسن التقويم. ما سمعت من رحمه الله، بعد من رحمه الله ايه؟ خلى في. لا 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 أنا عاوز حد بيقرأ زين، من يستطيع القراءة جيدا؟ ها؟ خلق الأرض. لا لا لا، أريد قارئا ماهرا، من الفارس غير عبد العزيز؟ عرفت اقراها. من؟ أنا منصور. تفضل يا منصور. من رحمة الله إنه خلى فيه. لا أن أنا بجيب. أن يا منصور عندي فتحة مع سكونة، جيبوا هذا مقطع ساكن. أن الباقي كله مفتوح. خلقنا في أحسن الصورة. أنا يا أستاذ. طيب أنا يا أستاذ أنا أريد رقم أسامة النادي. أسامة النادي. خلاص يا أسامة أنا عاوز رقم ثلاثة. رقم ثلاثة من يقول؟ أنا. تفضل تفضل. بس من اللي فتح مايك السطر فتح انزل المطر و لا بص يا اسامه وانزل الزرع. لا اسامه لازم من رحمه الله انزل المطر والنبات. لا هذه القراءه ليست صحيحه. لا من رحمة الله إن هنا مقطع ساكن والهمزة مكسورة لازم أجيبها مع بعض. إن من أنزل مش أنزلة. إن زا مد مع المندوب. إن مقطع ساكن زا مد مع المندوب لو لا حركة المطر وإن مقطع ساكن باتوا الزرع وإن باتوا الزرع وياحد اللي فتح المايك.
اللي فتح المايك يغلق المايك. اللي فتح المايك كم باقي على الحصة؟ اللي فتح المايك يغلق المايك، باقي خمس دقائق. خلاص اقفل المايك يا عبد الرحمن، اقفل المايك. ثاني سنذكر ما ذكرناه في الدرس مراجعة. من رحمة الله إنزال القرآن وإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الدليل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله أن خلقنا في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة، عينين جميلتين، وجه جميل، أنف متناسق. تخيل لو أنك كنت فيلا أو أسدا، شكلك ما يكون كويس. فأحسن تقويم يعني أحسن صورة. من رحمة الله إنزال المطر، لأن هذا المطر هو أساس الحياة، الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإنبات الزرع الذي نأكل منه ويأكل منه الحيوان، فالحيوان الذي نأكله يأكل من النبات، ونحن أيضا نأكل من النبات، فهذه رحمة. لو لم يكن هناك نبات ماتت الحيوانات، ولو لم يكن هناك نبات لم يستطع الإنسان أن يعيش. أيضا قلنا الدليل الفوائد من الرحمون يرحمهم الرحمن، رحمة الخلق من أسباب رحمة الخالق، الله عز وجل يرحمنا عندما نرحم الخلق، والرحمن من أسماء الله الحسنى، والله يرحم من يرحم عباده أو يرحم مخلوقاته. وقلنا أن في هذه الدائرة أشياء أنزلها الله عز وجل رحمة بنا، وهي إنزال القرآن، إرسال النبي، إنزال المطر، الليل والنهار، هذه رحمة. الليل تسكن فيه والنهار تعمل فيه. خلق السماوات هذا بما فيها من أكسجين، ثاني أكسيد كربون، وكل هذه الأشياء رحمة. الشمس والقمر رحمة. إحياء الأرض وإنبات النبات رحمة. بعد ذلك أخذنا أن أرحم الراحمين هو الله، وقلنا ثلاثة من آثار رحمة الله، وهي إنزال القرآن وإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا من رحمة الله أن خلقنا في أحسن التقويم، وقلنا من رحمة الله إنزال المطر وإنبات النبات. لو حد عاوز يسأل أي سؤال قبل أن نختم فليتفضل. لو ما في سؤال نكون قد انتهينا من حصة اليوم. وأذكركم بالواجب الموجود من بداية الأسبوع اللي لسه محلوش، وغرفة النقاش، وإن شاء الله يكون موعدنا. أيوة أنا يعني كل يوم بصير شاطر. وإنت شاطر ما شاء الله ما شاء الله، وكلكم شطار رائعون وممتازون، وإن شاء الله كل فترة بيكون أفضل وأفضل، كل ما ندرس أكتر. بس لما تيجي تقرأ عاوز أخذ المقطع الساكن، يعني الحركة مع السكون مع بعض، والشدة، الشدة عبارة عن حرفين أقسمها سكون أول مع الحركة الحرف اللي قبله، وبعدين حركة السكون الثانية. وبرضه أخذ بالي من المد مع الممدود، حرف المد أمده مع المد اللي قبله. لو طبقنا ذلك سنكون فرسان في القراءة، وإن شاء الله أول واحد فاز معنا بكأس، أول واحد فاز معنا بكأس في القراءة. شكرا لك يا أستاذ، بارك الله فيك. أول واحد فاز معنا في القراءة الماهر عبد العزيز، إن شاء الله سيكون له كأسا محجوزة بإذن الله. والآن جاء موعد الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لا تنسوا صلاة المغرب. السلام عليكم. لا تنسوا صلاة المغرب. جزاكم الله خير. في رعاية الله. في رعاية الله. حافظ على الصلاة حتى يوفقنا الله عز وجل.